سلام عليكم البنات، كيدير لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هاد لا فيديو هذا اللي سمعوه ولا اللي شافوه يكتب لنا الله يرحم الوالدين ديالي، الله يرحمهم ويجلل عليهم الرحمات ويرحم جميع اموات المسلمين يا رب. هذه في ليلة الخميس طلقت هاد الفيديو هذا بعد ما كانت فترة طويلة باش رجعت من المغرب، وعاد كتابة غادي نزلو لكم باش نشارك معكم زيارتي للقبور ديال الوالدين ديالي الله يرحمهم ويرحم أموات المسلمين أجمعين كافة. البنات، هذا الفيديو شي شوية غادي يكون ماشي طويل بزاف، يعني بالمختصر غادي نشارك معكم هاد النهار هذا أشنو دوزت فيه منين خرجت من داري من نرجس وعاد قبضة الطريق. هنايا هبطت من الدار ديالي، دار الوالدين خلاص راها ولات خاويه فارغه، يعني ما كاين شيء. كنت كنهول لعندهم، كنمشي لعندهم. هذه الطريق ديالي بعد ما هادي وصلت لهاد البلاصه اللي هذيك لقنت باش بديت، كانت هذيك الهبطه للبطحه، وكذلك البطحه كتمكن لك تهبطي منها حتى لهاد الجهه اللي هي شاده في القصر الملك. ها هي دي، هاد لقنت انا هو اللي كنسكن فيه. هاد الباب هادي قبلتها الدخله ديال منين كنمشي للدار ديالنا، كنت بينت لكم في الفيديوهات بزاف على يدي ديال اليسار. هاد القنت هادي راه حتى هي غاديه معاه هاد الشي ديال القصر الملك. كانت هاد القنوت راه دوزنا ذكريات بزاف، وهاد الصور هذا كلشي ديك الشيء اثري كيعجبوهم هادشي النصارى، وكيجيو باش يشوفوا هادشي. هنايا غادي تشوفوا هاد علين هاد التقويصات اللي غادي يبانوا لكم، غادي يبانوا لكم هاد التقويصات اللي هما تنقولوا لهم ديال باب وجلود، يعني كاينين. هادي انا هي باش نشرح لكم، يعني هادي التقويصات باب وجلود غادي تدخلوا لداخل معاها، غادي تلقاي واحد القاع ساحه كبيره راهم دابا كيديروا فيها الاصلاحات. هاد الشانطي هذا اللي غادي منه الطاكسيات، هذا هو المقبره اللي كيقولوا لها سيدي ابو بكر العربي. هذه معروفة عندنا قديمة، تدفنوا فيها عماماتي خوال حبايبي الوالدين ديالي من الوالدين ديال الأب ديالي وكل شيء. واخا هذه راها الثانية، الأولى جاية من جهة ديال بن دباب اللي من جهة أخرى، أما بالنسبة لهذه تبارك الله راها تاهي بلان وعمرات، ما بقاوش الناس كيدفنوا فيها غير اللي شاري القبورة. بالنسبه دابا ولاو في واحد القنت بعيد، الا كانوا الناس ديال فاس كيسمعوا ليه، في جايه في ويسلان، جايه في الطريق واقيله ديال طريق بحال اللي غادي ديال قولوا لي انتم كملوا من عندكم. والله الا نسات ليا سيدي ابراهيم واقيله داك القنوت. المهم ما تديوش عليا، راني حتى انا غريبه بها وليت في هذه البلاد. هذه الدخله ديالها انتم تبارك الله، الله يرحمهم ويجلل عليهم الرحمات جميع المسلمين اللي متوفين هنايا. هنا جبت وليداتي باش يزوروا اول مره القبوره ديال الوالدين ديالي. هذه الام ديالي هي الاولى اللي تدفنات، وهذا الاب ديالي اللي جاي فوق منها. كنا غادي نشريو الارض القبوره واحد حدا واحد، ولكن ما كتبش للاسف. المهم الحمد لله اللي عاشوا مجموعين بجوج وماتوا مجموعين بجوج، وفي في النهايه حتى المكان ديالهم اللي هذا كانوا بجوج، وهذا واحد السيد تما يعني مدفون، وهذا ولادي اللي جايين مأسفين مؤثرين. بعد ما زرت الوالدين ديالي وحشرت معكم هذا، مشيت عند اختي تغديت عندها، مشيت عند اختي سعيده كي قلت لكم كنعطيها تحيه كبيره من هذا المنبر، يعني تغديت معها. وكذلك مشيت يوم الجمعه كنت مشيت لعند اختي ناجيه اللي قبل منها، حتى هي كنعطيها تحيه كبيره. المهم ما كتبش صورت لان كنت كي وصلت سخون ليا العيا، ما قد ندير حتى شي حاجه. راه الله يحسن العوال الانسان، يومين دوزت ماشي تال تما، مع انك كتنزلي كاختك تدي وليداتك فرحانين باش يشوفوا الوالدين، بقيت في الدار عاطيه البكا. والمهم دوزنا واحد العشيه عند اختي، المهم ما كتبش التصورات. وهذه العشيه اللي انا مشيت عند اختي تغديت عندها من بعد زياره ديال القبور ديال الوالدين، ودرت غدينا اللي كتب الله، وكذلك درنا الكوتي اللي كيكون زوين بزاف عند المغاربه، يعني تحيه كبيره لكم مبرعين لي مع راساتكم مزيان. المهم حنا ما درناش الحاجه بيدينا ما ناكلوهاش، ولكن الحمد لله على كل حال. كاينين شي مسائل هنا ولكن ماشي بحال داك المذاق الذوق المغرب. هذا واحد الكتاكيت اللي هما وليدات الحفيدات ديال البناء، ولاد خوتي وخوتي اللي الحفيدات اللي في الجنيبات البيضين. هذوك بنات بنت اختي اللي هدى، راه غادي نقدم لكم فيديوهات من بعد. والصميم راه كذلك بنت ولد اختي، وهذاك في الصمد معها.
المهم سالينا وخرجنا الله يخلف على الجميع. المهم جيت لهاد القهوة هذه اللي كتكون قبل العمالة فيها لاتيراس زوينة، غادي نديرها لكم حتى من الظهر ان شاء الله في الفيديو المقبل. هنايا خديت لهم بيتزا تعشينا مجموعين انا وليداتي ورجعنا للدار. المهم كنتمنى ان لا فيديو يعجبكم ان شاء الله ويجيكم خفيف وظريف على قلبكم. ما تنساوش دعوات في هذه ليله الخميس للوالدين ديالي، دمتم في رعايه الله وتتمه الفيديو ان شاء الله المره الجايه.